ممكن أتكلم معاك شوية؟ انت عاوزة ايه؟ وبعدين يا عمر، قعدتك دي وحبستك هنا هي اللي هترجعها؟ انت كده بتموت في نفسك. اموت نفسي؟ هو انا لما انزل كل يوم الف عليها في الشوارع وما الاقيهاش كده مش بموت نفسي؟ لما افضل عايش في الدنيا دي وتقع مش في حياتي كده مش بموت نفسي؟ أنا ما بقولش إنك تنزل تدور على تقى، الدنيا ما بتقفش، يلا نشتغل يا عمر، الشغل هو الحل الوحيد اللي يخرج البني آدم من الهم اللي هو فيه. اشتغل. تقى ما كانتش عاوزاني أشتغل معاكي، كانت خايفة منك، كانت متوقعة إن هيحصل ما بيني وما بينك حاجة. بس أنا كنت دايماً بقول لها مستحيل، إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ بس هي كان معاها حق، ما كنتش أستاهل إنها تثق فيا. في النهاية أنا خنتها، خنتها. بس يا عمر، اللي حصل بينا ما كناش لنا ولا انت نقصده، انت كنت سكران عشان كنت خايف على طاقة، وانا كنت عايزة اعمل اي حاجة عشان اخرجك من اللي انت فيه. بتحصل يعني عادي؟ لا مش عادي، مش عادي، الخيانة مش عادي. انا في الاول ضيعتها ودلوقتي خنتها. انت جاي عايزة ايه؟ أنا مقدرة اللي أنت فيه، بس أنا عايزاك تنزل تشتغل عشانك وعشان ولادك، عشان تعرف تعوض ولادك عن كل حاجة، بدل ما تلاقي خلاص في الآخر باظت من كل حاجة. ملكيش دعوة بيا نهائي، خليكي في حالك وسيبيني في حالي، انسيني، انسيني خالص. الو، ايوه انا عمر. ايه؟ فين؟ في ايه يا عمر؟ في انهي حته بالظبط؟ يا عمر ايوه انهي مستشفى؟ جات لنا النهارده الصبح مخرجينها من النيل غرقانه، لحقناها على اخر لحظه. الواضح انها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات كتير. بكره الصبح هنعرضها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. تقى، تقى حبيبتي، عملوا فيك ايه يا ماما؟ عملوا فيك ايه يا حبيبتي؟ قوليلي، احكيلي. تقى، تقى حبيبتي، انا عمر، عمر حبيبك، عمر قلبك. أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف إن أنا زعقتلك وزعلتك، آسف إني مديت إيدي عليكي. تنقطع إيدي اللي اتمدت عليكي يا حبيبتي، تنقطع إيدي. أنا ما كنتش عايش وأنت مش موجودة، كنت حاسس إن أنا بموت والله، والله كنت حاسس إني بموت. تو انتي بس خلاص
خلاص انت رجعتي بقى خلاص، وتديني سبب عشان اعيش من تاني. صح حبيبتي. بصي طمني، كل حاجه هتبقى كويسه، هنبقى كويسين، كل اللي نفسك فيه هيتعمل، كل حاجه لازم تمشي زي ما انت عايزه بالظبط، زي ما انت عايزه حبيبتي. بس ردي عليا، ردي عليا يا حبيبتي، ردي عليا والنبي. مفيش حد معانا، انا وانت بس. ردي عليا والنبي حبيبتي. طب قولي أي كلمة طيب، أي حاجة، بصيلي بس واحدة بس، اعملي أي حركة إن شاء الله حتى تضربيني يا توا، تضربيني. فاكر يا توقع؟ فاكر احنا كنا بنعمل كل حاجة مع بعض؟ أي مشكلة كنا بنعديها مع بعض؟ انتي روحي، عمرك سمعتي عن إنسان ممكن يعيش من غير روحه؟ فاكرة الأغنية اللي كنا بنغنيها مع بعض لما بنبقى زعلانين؟ فاكرها؟ مهما كان ليلك طويل، كل حاجة بتعدي، مهما كان حملك تقيل، كل حاجة بتعدي. شفت يوسف؟ شفتوا بقت عامل ازاي؟ كأنها ميتة، جثة بس فتح عينيها. بعد الشر عنها، ما تقلقش، ربنا كبير، ثم في أمل يبقى إن شاء الله خير، ما تقلقش. في أمل آخر؟ في أمل إزاي طيب؟ هي دي توقع؟
هي تيتو اللي كانت البصة في وشها تساعدني العمر كله. تيتو اللي كانت دايما منورة. هي ظلمت. طيب تو انطفت خلاص يا يوسف. الدكتور قال لك ايه؟ قال لك في اي جديد؟ قال لي ممكن تفضل في الحالة دي أسابيع أو شهور طويلة أو سنين، ويا عالم بقى لما تخرج هتخرج لي توها اللي أنا عارفها ولا مش هبقى عارفها. هات ماما تتفرج. بعد ماما تتفرج هتنبسط قوي والله. تشوف اللي احنا وصلنا له بقى عامل ازاي. قلنا خلاص بقى بلاش نفتح الموضوع ده تاني بعد اذنك. ممكن الموضوع ده اتقفل خالص. لا لا ما اتقفلش يا يوسف، ما اتقفلش. مش جايز، مش جايز لو عرفت ان الفلوس جاية تفوق من اللي هي فيه وترجعلي. انا عايز توها ترجعلي يا يوسف. قولي معايا توها مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي. ومن أكبر مفاجآت